السلام عليكم. من خلال الدرس سنشوف المتفاوتات المثلثية، ونشوف بعض الخاصيات الخاصة بالمثلث بصفة عامة، ونشوف واسط القطعة، ونشوف الطريقة باش رسم واسط القطعة وخاصيات ديالو، كذلك واسطات المثلث. خليكم معنا. إذا النقطة الأولى هي متفاوتات مثلثية. شنو معنات متفاوتات مثلثية؟ هنا غنشوفو فوقاش يمكننا نرسمو مثلث. ناخدو الخاصية الأولى، عندنا ثلاثة النقط أ و بي و سي، ثلاث نقط أ و بي و سي، ثلاثة النقط عندك أ و بي و سي، ثلاثة ديال النقط. الخاصية الأولى كتقولك إلا كانت أ، إذا كانت سي، إذا كانت سي تنتمي إلى، كما شفنا في الدرس، إلى القطعة AB، يمكننا نكتبوها سي تنتمي إلى AB، يعني هنا عندنا AB، قطعة AB، هنا عندنا سي، إذن AB شتساوي، إذن AB قلنا كتساوي هذه المسافة زائد هذه المسافة. إذن هي A سي زائد سي بي، أولي أ سي زائد بي سي، أولي أ سي زائد بي سي، المسافة زائد المسافة هي أ بي. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، إذا كانت سي لا تنتمي إلى قطع أ بي، كنا نكتبوها سي لا تنتمي إلى القطع أب، يعني بحال هاد الحالة. هنا قطع أب، سي لا تنتمي إلى قطع أب، القطع أب مكيناش هنا، هنا كاينة برا أب. إذن نحسن رسمنا هذا، ورسمنا هذا. خاصية اش كتقولك؟ كتقولك أن المجموع، إذا جمعنا هذا مع هذا، المسافة بين أكبر من هذا، كبر. إذا جمعنا أ سي مع أ بي تكون كبر من بي سي، وإذا جمعنا أ سي مع بي سي تكون كبر من أ بي، وإذا جمعنا بي سي مع أ سي تكون كبر من أ بي، وإذا جمعنا أ بي مع بي سي تكون كبر من أ سي. هذه الخاصية تنتمي، فإن دون أ سي زائد بي سي تكون كبر من أ بي، و أ سي زائد أ بي تكون كبر من بي سي، و أ بي زائد بي سي تكون كبر من أ سي. هما الخاصيات، يعني مجموع. شنو نستنتجو من هنايا؟ مجموع الطرفين المكونين باش يمكننا نرسمو مثلث، خص تكون طبقنا هاد القواعد هادي، أن مجموع طرفين مثلث يكون أكبر من الطرف الثالث. نعقلوا على هاد القواعد. هنا جات خاصية كيقولك مجموع في مثلث، دونك في مثلث طول أي ضلع، طول أي ضلع مثلا بي سي أصغر من مجموع الضلعين آخرين. يعني هي كترجم هاد المتفاوتات اللي كتبنا، اللي كتسمى متفاوتة وهادي متفاوتة. إذن أي ضلع كيكون صغر من المجموع ديال الأضلاع الآخرين. بي سي صغر من أ سي و أ بي، أ بي صغر من أ سي و بي سي. دونك باش يكون عندنا، باش يمكننا نرسمو مثلث، خصنا هاد الشروط تكون بتلاتة. يعني خصني نشوف واش المجموع ديال الاضلاع اكبر من الضلع، كبر كتطبق هاد الخاصيات عاد يمكن لي نرسم مثلث ولا لا. هادشي اللي غنشوفو في التمارين. ناخدو مثال تطبيقي. قالك هل يمكن رسم مثلث ا بي سي بحيث ا بي تساوي 7 سنتيمتر، ا سي تساوي 17، و بي سي تساوي 5 سنتيمتر. اذا اول حاجة خصني نطبق الخاصيات. خصني ا سي تكون صغر المجموع ديال المثلثين الاخرين ا بي و بي سي، وتكون
AB صغر من BC زائد AC، وتكون BC صغر من AB زائد AC. إذن هنا غندير نعوض، AC تساوي شحال؟ AC تساوي 17، AC تساوي 17، AB زائد BC، AB زائد BC هي 7 زائد 5 هي 12. إذن هنا 17 أكبر من 12، إذا هنا 17 أكبر من 12، دونك هنا هاد الشرط الأول غير متوفر، إذا هنا أكبر، إذا لا يمكن رسم المثلث. يمكننا نتأكدوا بالرسم، ناخدو مسطرة ونرسمو، نرسمو مثلا أبي، أبي ندير هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذه النقطة بي، سبعة من أ من بي لسي عندي خمسة، ناخد مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هذه هي سي، من أ سي عندي 17، لي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 14 15 16 17. إذا كاين السي هنا وهنا، دونك لا يمكن رسم هذا المثلث. اذا باش يمكن لي رسمه خص الشرط الاول والشرط الثاني والشرط الثالث يكونوا بثلاثة. الا شفت الشرط الاول كاين ندوز للشرط الثاني نشوف واش كاين، الا كان ندوز، الا ما كانش احد من هاد الشروط فان لا يمكن رسم المثلث. فقط للتذكير، محيط المثلث مثلا ABC ABC عند المحيط نسميه ك، ك هو المحيط، محيط مثلث، تنك المحيط المثلث هو مجموع AC زائد BC، هو مجموع أضلاع المثلث. هذا كتذكير اللي غنحتاجوه في التمارين من بعد. إذا محيط المثلث هو مجموع أضلاع المثلث. نزول النقطة الثانية اللي هو وسط قطعة، عندنا قطعة AB، هنا B، عندنا قطعة AB، بغينا نرسمو الوسط ديالها. شنو هو الوسط؟ دونك وسط القطعة AB هو مستقيم كيمر من المنتصف. إذا كنجيبو مسطرة نقسمو AB على جوج، دونك نقسمو يعني هاد المسافة من هنا لهنا تساوي هاد المسافة من هنا لهنا، دونك كنقسموها. وسط القطعة هو الذي كنقسمو هو الذي يمر من هاد النقطة من منتصف القطعة، كتسمى منتصف القطعة، والعمودي على AB، عمودي على AB، كنجيبو مسطرة ونرسمو العمودي. دي مرة من هذه دي، دي يسمى وسط القطعة AB. كاين خاصية تانية، هذه الخاصية الأولى، شنو وسط قطعة؟ قلنا وسط قطعة هو اللي كيمر من منتصف القطعة وعمودي على AB، يعني كيكون هنا زاوية قائمة، كيكون هنا زاوية قائمة. الخاصية الثانية قالك خاصية جوج، كل نقطة تنتمي إلى دي، إلى وسط القطعة، تكون متساوية مسافة عن طرفيها. يعني إلا خديت نقطة هنا ورسمت هكا وهكا، يعني كيقول لي هاد الخاصية كتقول لي هاد المسافة، هاد المسافة تساوي هاد المسافة. خديت نقطة هنا ورسمت هكا كتقول لي هاد المسافة تساوي هذه المسافة، يعني أي نقطة خديتها هنا فإن المسافة من هنا للطرفين متساوية. يعني مسافة من هذه النقطة إي بي تساوي إي أ، هنا خديتها إم، يعني إم بي تساوي إم أ. إذا كانت كتنتمي الوسط القطعة، ممكن نكتب مثلا إم، مثلا عندي أ قطعة أ بي، ودي وسط القطعة AB، يعني إذا كانت M تنتمي
AB نكتب أن MA تساوي MB، أو العكس، إذا كان عندي MA تساوي MB، هذه الحلول الوحيدة. إذا كان MA تساوي MB فإن M تنتمي إلى D. إذا كانت MA تساوي MB فإن M تنتمي إلى وسط القطعة AB اللي هو D. ناخذ المثلث ABC ونرسمو واسطات واسطات كل مثلث. إذا واسط دونك مثلث ABC، دونك مثلث هو عبارة عن ثلاث قطع AB و BC و AC لها نقط مشتركة بينهم. إذا وسط القطعة AB نرسمو، دونك ناخذ نصف نقسم القطعة AB على جوج ونرسم مستقيم العمودي على AB. دونك T هو وسط القطعة AB، الرسم مثلا وسط القطعة A. دونك غنقسم تقريبا هنايا، دونك هنا التساوي. إذا غناخد العمودي إذا T واحد هو وسط القطعة PC، كذلك AC. AC دونك غنقسم القطعة على جوج هنا بالتساوي وارسم العمودي على هاد النقطة هادي تقريبا. ممكن عندنا التعامد، عندنا متعامدين هنا كذلك متعامدين، وهنا عندنا زاوية قائمة تعامد. إلى لاحظتوا معايا أن الوسيطات كنستنتجو خاصية أن وسيطات المثلث، يعني وسيطات أضلاع المثلث، تتلاقى في نقطة واحدة. إذن كتلاقى في نقطة واحدة، هذه النقطة تسمى مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. بمعنى لو خدينا بكار ورسمنا الدائرة، خدينا بكار ورسمنا الدائرة اللي كده، وغنحصلو على هذا الشكل. ده شكل، سمحوا لي، مي شكل تقريبي. عندنا هي مركز الدائرة، دونك هادي هي او اللي مركز ديالها او، وكتمر بالاطراف ديال المثلث، كتمر من هنا ومن هنا ومن هنا. يعني هاد المسافة تساوي هاد المسافة تساوي هاد المسافة. إذن قلنا النقطة تقاطع ديال واسطات المثلث هي تكون مركز الدائرة المحيطة بالمثلث، يعني كتمر برؤوس المثلث A B و C. هذه خاصية من الخاصيات. إذن بعد ما شفنا الدرس غندوزو للتمارين اللي غنشوفو فيه تطبيق لهاد الخاصيات اللي شفنا دقة بدقة. أنا كنتسناكم، السلام عليكم.